المسلمون والمسلمات تحدثنا عن أسباب الخشوع قبل الدخول في الصلاة، وننتقل اليوم إلى الحديث عن أسباب الخشوع بعد الدخول في الصلاة. أما أول أسباب الخشوع بعد الدخول في الصلاة فهو السكون والوقار الذي مشى به المصلي إلى الصلاة، ما تحلى به المصلي حين قدومه إلى المسجد من سكينة ووقار، حيث يبقى كل ما كان من أسباب الخشوع قبل الدخول في الصلاة سبباً للخشوع في الصلاة، لأنه إذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماشي إلى الصلاة بالسكينة مراعاةً لمصلحة الخشوع، فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة وينهى فيها عن الاستعجال. ومن الأحاديث المرشدة إلى هذا المطلب ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. والخيل الشمس هذه هو الخيل الذي يحرك ذنبه ذات اليمين وذات الشمال، هو الذي يكثر التوسم والنفاق، يعني هو في حركة دائمة لا يسكن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المصلي أن يكون في صلاته دائما التحرك، دائما الحركة، يختلس نظرة ذات اليمين ونظرة ذات الشمال، يرفع رأسه ويقبل رأسه ويلعب يديه ويلعب عمامته ويلعب محطته، وقد جاء هذا الأمر النبوي لأن الصحابة كما قال جابر بن سمرة كانوا إذا صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدهم أو ما بكفه ذات اليمين وبكفه الشمال ذات الشمال، وهذه الحركة منهي عنها في الصلاة، أن يجلس الجالس التشهد فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله أمال يده اليمين ناحية اليمين، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله ناحية الشمال أمال يده الشمال ناحية الشمال. فعل الصحابة ذلك خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس ككل إمام، فقد كان يرى من خلفه صلوات الله وسلامه عليه كما يرى من أمامه، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتهى صلوات الله وسلامه عليه من صلاته قال لهم: اسكنوا في الصلاة، يكن عليكم سكينة في الصلاة، سكنوا الأعضاء. ونبههم إلى عدم الإيماء بالكف قائلا: ما يكفي أحدكم أو أحدهم إذا صلى يعني أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، يلتفت برقبته دون يديه، لأن كثرة الالتفات وكثرة الحركة تذهب الخشوع
مما ينبغي أن يتدرب عليه المسلم في صلاته حتى يخشع، حتى تخشع الأعضاء فيخشع القلب. إخواني وأخواتي، ومن السكون الجالب للخشوع أن يسكن بصر المصلي، أن يكون البصر ساكناً لا يقلبه ذات اليمين وذات الشمال، بحيث يختلس نظرة كما قلنا إلى اليمين وأخرى إلى الشمال، وذلك لأن ترديد البصر من مكان إلى مكان يشغل القلب ويمنع كمال الخشوع. وهذه آفات نجدها في صلاتنا، فينبغي أن نلتفت لها. وحتى يحصل المصلي فكره في الصلاة، أمر بغض البصر عما يلهي، وترك الالتفات في الصلاة، وقصر نظره على ما بين يديه، بحيث يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه وفي قعوده. يعني هناك اختيارات لبعض العلماء لا نريد أن نتحدث عنها، فيما ينظر وينظر لإمامه عندما يسبح، عندما يتشهد وينظر كذا وينظر كذا. هذه التنقلات جزء من ترديد البصر، إنما يكفي المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. فهذا ترديد البصر كما قلنا يمنع من كمال الخشوع. فعلى المصلي أن يقف وأن يقوم في صلاته وقوف من يقف بين يدي ملك أو رئيس له إليه حاجة يريد أن يقضيها له. يقف في كمال السكون. ونحن نجرب هذا، لم نجربه في أنفسنا، إنما جربناه على الشاشات المرئية عندما نرى الناس أمام الملوك وأمام الرؤساء وأمام الأمراء كيف يكونون وكيف يقفون. بل نرى ذلك في الجيوش عندما يقف من هو أقل رتبة ممن هو أعلى منه رتبة واحدة، كيف يكون واقفا بين يديه. في مثال ذلك أخرج ابن المبارك عن مسلم بن يسار أنه قال: إذا كنت قائما بين يدي أمير أحببت أن يراك متخشعا لينجح لك حاجتك. عندما تقوم بين يدي الأمير تحب أن تريه أنه عظيم عندك، فتقف في هيئة متخشع. فكيف بك إذا وقفت بين يدي الرب؟ قيل له: فأين منتهى النظر؟ أين منتهى النظر في الصلاة؟ إلى ما ينظر المصلي في صلاته؟ قال: موضع السجود. حسن أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده. ولأن غض البصر جالب للخشوع، فقد فهم النبي المصطفى بطريق الإشارة من قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، أن المقصود غض البصر. وفي ذلك روى الإمام أحمد عن محمد بن سيرين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع بصره في الصلاة، يعني يرفع بصره نحو السماء. فلما نزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد أن يخشع البصر وأن يهبط، فلا يتردد يمنة ولا يسرى ولا إلى جهة فوق. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لما كان رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع توعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أوعد فاعل ذلك بالعقوبة وتوعد.
يقول سمع الله، سمع الله لمن حمده. لو قيل نظر الله لمن حمده، فإن هذا لا يعني أن ترفع رأسك إلى السماء، لكنه لم يقل نظر الله، بينما قيل سمع الله لمن حمده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك، يعني أعظم الأمر وحذر منه، فقال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. لينتهن عن ذلك الفعل أو لتذهبن منهم الأبصار خلسة تختلس منهم عندما ينظرون إلى السماء في مثل هذا الوقت. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فهذا السكون من السكون الذي يجلب الخشوع على المصلي، ومن الآداب التي ينبغي أن تراعى في الصلاة حتى تكون صلاتنا مقبولة. أيها الإخوة والأخوات، ومن السكون الجانب الخشوع الطمأنينة في القيام والركوع والسجود، أن يقوم حتى يطمئن قائما، أن يركع حتى تستوي منه العظام ويطمئن راكعا، وأن يسجد كذلك. فمن لم يطمئن في صلاته لم يسكن فيها، لم يكن سكن في الصلاة. ومن لم يكن سكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده. وعليه فمن نقر الصلاة نقر الغراب لم يخشع في صلاته، بل كان آثما عاصيا بهذا الفعل. وفيه جاء الحديث الذي أخرجه أحمد والدارمي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرقة، يعني أسوأ لص يمكن أن يوصف باللصوصية السيئة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا سرق من صلاته، هذا سرق الطمأنينة التي أمر الله تعالى بها، التي هي إقامة الصلاة. لما قال مولانا: أقيموا الصلاة، أرانا بها الإقامة في وقتها والإقامة بأركانها. فالذي لا يتم الركوع أو السجود هو الذي يسلك من صلاته، أو قال صلى الله عليه وسلم: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فالذي لا يتم الركوع والسجود ولا يطمئن في صلاته أسوأ حالا عند الله من سراق الأموال، لأن أخذ مال الغير ربما ينتفع بما سرق في الدنيا، وإن كانت منفعة زائلة، أو ربما استحل من صاحب المال فأحله، يعني ذهب إليه وأخبره أنه اختلس منه مالا أو سرق منه مالا فأحله الرجل، أو يقام عليه الحد لو كانت تقام
وما هو أمر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث آخر أن نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها من صلاة المنافقين. وفي ذلك أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تلك صلاة المنافق، يشير إلى صلاة يصليها بعض الناس. تلك صلاة المنافق، ما هي؟ قال: يمهل حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني ينتظر بصلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب فيذكر العصر فيقوم فيعد أربع ركعات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، سلام سلام. نقرها نقر الغراب ولم يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. فهذه صلاة المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنافق يضيع وقت الصلاة المفروضة ويضيع فعلها وينقرها. ومثل هذه الصلاة لا تنفعه في إصلاح نفسنا من قلبه. لو كانت تنفع لنفعت المنافقين. والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن من أحسن الأمثال. الإمام ابن تيمية يقول: هذا مثل من أحسن الأمثال المضروبة للصلاة، فإن الصلاة قوت القلوب، الصلاة غذاء القلب، كما أن الغذاء بالطعام والشراب هو قوت الجسد. فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل، لا يقوم ولا يستطيع القيام ولا حركة إذا لم يأخذ حاجته من الغذاء. فالقلب كذلك لا يقتات من نقر في الصلاة. عندما تطعمه صلاة كهذه الصلاة كصلاة المنافق نقرا يعدها عدا ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يتغذى القلب، لا يتغذى القلب من هذه الصلاة. ومولد الأنوار في القلب هو الصلاة. فإذا لم يتغذى القلب بالصلاة فلا النور. حتى يتغذى لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب. فإذا أردت لنفسك صلاة تقيت قلبك وتنير قلبك فاجعل صلاتك على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اطمئن قائما وراكعا وساجدا، اسكن في صلاتك، لا تبدد البصر، ما لك وللداخل والخارج، انت في حضرة ملك الملوك. ايها الاخوة والاخوات، لعلنا بعد حديث السكون الجالب للخشوع في الصلاة اذا نظرنا في صلاتنا وصلاة من حولنا وجدنا كثيرا من هذه الأدواء المضيعة للخشوع. وجدنا في صلاتنا، في صلاة أنفسنا وفي صلاة إخواننا من حولنا الكثير من هذه البلايا
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبهذه الأفعال في صلاتنا نكون أقرب ما يكون إلى ما قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فخذ نفسك أخي المسلم وأختي المسلمة، خذ نفسك بترك الشواغل المنهية، واسكن في صلاتك واطمئن فيها لتخشع، فمن خشوع تكون الصلاة لقلبك غذاء، ولسقمه شفاء، ولسائر عملك صلاحا، ولآخرتك فلاحا. والحديث عن أسباب الخشوع بعد الدخول في الصلاة موصول بعد إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله.